الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام عبر جامعة الإسراء وموقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، نجدد التحية لكم يوميا كما عودناكم في رصد أراء طلبة الثانوية العامة. واليوم نحن في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، وبالتأكيد الحديث عن مساق اللغة العربية. خلينا نشوف كيف كانت أجواء الامتحانات في اللغة العربية وأراء الطلبة. أنا أسيل جوادر من شرق غزة. امتحان كان علينا امتحان عربي، الامتحان كان سهل الحمد لله، بس في شوية صعوبة بس مرقناها الحمد لله. وشكرا جامعة الإسراء أنكم جايين تتابعونا، وشكرا لكم كثير. أنا سجى حميدة من مدرسة الزهرة من مديرية شرق غزة. الامتحان اليوم كتير كان حلو، بس فيه كان بعض الصعوبات، بتمنى إنهم يشوفوا يحلوا هذه المشكلة. شكرا جامعة الإسراء. طالب عبد الله ماهر سويركي، كان امتحان علينا عربي والحمد لله كان منيح، ويا ريت كل الامتحانات زيهم هيك يا رب. نشكر جامعة الإسراء اللي جت تسألنا عن الامتحان وكيف أوضاعنا وكيف إحنا بنسير. أنا اسمي القاسم علي حبوش من مدرسة عبد الفتاح حمود مديرية شرق غزة. اليوم قدمنا امتحان العربي، الامتحان كان كتير كويس ومراعى للفروق، وبشكر جامعة الإسراء لأنها جت عملت معنا لقاء واهتمت في الموضوع. اليوم قدمنا اختبار اللغة العربية وكان مراعي لظروف الكورونا، وشكرا لجامعة الإسراء لأنها جاي يعني تسمع منا إحنا آراءنا للامتحان. أنا الطالب عبد الله الدهدار في مديرية شرق غزة. اليوم قدمنا اختبار اللغة العربية وكانت وزارة الصحة ووزارة الداخلية مراعانا في ظروف كورونا، كان الاختبار إن شاء الله كان سهل، ونشكر جامعة الإسراء على ما قدمته وجت تبادلنا وتراعينا في الاختبار إذا كان سهل ولا صعب.